السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الموت الخلوي المبرمج أو الاستماتة؟ الاستماتة عملية خلوية هامة تسمح بموت الخلايا بالنمط المبرمج. تلعب الاستماتة دورا أساسيا في نمو وتطور الخلايا كما في خلايا الرحم، حيث تبدأ يد الجنين بالخروج كشبكة وتتشكل الإصابة عندما تموت الخلايا بين أصابع اليد المشبكية بشكل مبرمج. تلعب الاستماتة دورا هاما أيضا في إزالة الخلايا العاجزة. على سبيل المثال، الاستماتة المرضية تحدث إذا تعطل DNA الخلايا. في الاستماتة تتعطل الخلية بواسطة بروتين يدعى كاسبيز. يحدث في الاستماتة هذا البروتين يحتاج أولا أن يتنشط. البروتين المنشط يمكنه ذلك بواسطة طريقين مميزين يدعى الطريق الداخلي والطريق الخارجي. الطريق الأول يشير إلى الطريق الخارجي لأن الإشارة الأولية تأتي من خارج الخلايا. هذا الطريق غالبا يبتدئ بواسطة خلايا أخرى على نحو مشترك عن طريق فروع اللمفاويات التائية. هذه اللمفاويات تملك سطح جزيئي من عائلة TNF. الطريق الخارجي يبدأ عندما الروابط فصل إلى مستقبلات فاص على سطح خلية الهدف. هذه المجموعات من سلسلة الأحداث داخل الخلية التي ستؤخر النتيجة في الاستماتة الخلوية. التكرار المتوسط عن طريق الفاص المرتبط بميدان الموت أو فدد. في الخطوة النهائية من الطريق الخارجي يقوم البروتين المنشط بتنشيط كل المحافظ الأخرى في نفس عملية التنشيط. الاستماتة تكون عندما يبدأ انهيار المواد الخلوية. تعمل تتالي انزيمات الكاسباس بمثابة نقطة نهاية مشتركة لمسار أفكارك الثاني. الثاني يعرف بالمسار الجوهري كما يدل اسمها بتنظيم مسار جوهري من خلال المحافظة على التوازن بين مجموعتين من البروتينات في غشاء الميتوكوندريا. البروتينات المضادة لأفكارك مثل BCL2 وBCLX والبروتينات المؤيدة لأفكارك مثل الباك والباكس. البروتينات المضادة لأفكارك تؤثر على الخلايا السليمة لتلك المؤيدة لأفكارك وبالتالي تعيق عملها، ولكن في حال تلفها أو توقفها عن تلقي إشارات بقاء الخلية BCL2 and BCLX بدورة مغلقة. الباكس والباك بعد ذلك تفتح سلسلة من القنوات وتسمح للمواد السيتوبلازم مثل الميتوكوندريا والسيتوكروم سي في العصارة الخلوية بالتسرب إلى الأمعاء. تسرب السيتوكروم سي يربط بروتين BAF1 لشكل مركب يفعل سلسلة الكاسبيز. الموت المبرمج يلعب دورا أساسيا في النمو، المراقبة المناعية وتطور الأورام. وفي كل هذه العمليات قد يكون هناك تشوهات كثيرة أو القليل من الموت المبرمج. على سبيل المثال، الخلايا السرطانية تعيش وتتكاثر لأنها قادرة على توقيف الموت الخلوي المبرمج. إن فهم طريقة عمل المسارات الخارجية والجوهرية بالإضافة إلى سلسلة الكاسبيس يسمح لنا بتصميم علاجات مستهدفة تستند إلى تنظيم أفضل للموت الخلوي المبرمج. وشكرا جزيلا لكم.